اتصال آخر ونقول اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير أخوي العزيز. عيد فطر سعيد. يا هلا ومرحبا. علينا وعليكم على قناة العراقية إن شاء الله. الله. قناة MBC العراق. العراق. العراق نعم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبي. انطيني رقم الاسم شنو؟ العفو. إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم من كركوك. وحي الله كركوك. انطيني رقم يا أخوي إبراهيم. يلا. رقم 20. رقم 20 يا كرة. وتعال يا رقم 20 وخلي نشوف الرقم 20 إن شاء الله. سؤال سهل. والسؤال يقول السؤال يقول ما هو الحيوان الأسرع في العالم؟ ما هو الحيوان الأسرع في العالم؟ هل هو الضبع أم الفهد أم الكلب؟ شو تقول؟ الفهد وثبت. الفهد. الفهد وثبت. يا فهد ويثبت. والفهد هي إجابة صحيحة. برافو عليك. 100,000 دينار عراقي يا أخي إبراهيم. يلا انطيني رقم آخر. مبارك مبارك. انطيني رقم آخر أخوي. الله يبارك. رقم 19. رقم 19 يا كرة. ويلا هذا الرقم 19 أسمي الرقم المتموج. يتموج ويأتينا. والسؤال بي تصنع حلوى شعر بنات من؟ تصنع حلوى شعر بنات من من؟ من السمسم لو من السكر لو من الطحين؟ من السكر. من السكر وثبت. السكر وثبت. ويقول السكر وأثبت. وأنا أقول لك الإجابة صحيحة. برافو عليك. مبارك إلك. إذا صار 250,000 دينار عراقي يا إبراهيم. وانطيني رقم آخر. 18 يا كرة. يلا يلا يا كرة. يلا ورقم 18. وبي سؤال يقول السؤال يقول اختر العبارة الصحيحة. اختر العبارة الصحيحة. أحد عشرة كوكبا لو أحد عشرة كوكبا لو إحدى عشرة كوكبا. أحد عشرة كوكبا. أحد عشرة كوكبا. والإجابة ثبتها والإجابة صحيحة.